دابا كلشي الناس غيبداو يدخلوا الوسط لداخل كي ما يمكنش اخوتي الحيط ديال العماره تسق حركات بين دار مشات وجات كلشي الناس خرجوا اخر مره كنقول لك غدا نرحلوا كنقول لك مخارج ومخرج معاه بلاي ستيشن 5 خوت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما نشاركوا معكم هذه الليله المرعبه اللي دوزنا اخوتي بسبب الزلزال الله يحضر السلامه، بغيت نقول الله يرحم الناس اللي ماتوا متواهم جنة ان شاء الله الرحمن الرحيم. كانوا ضحايا بزاف بسبب هذا الزلزال هذا، الله يصبر الاسر ديالهم. المهم انا من بعد الزلزال هزيت التليفون وبديت كنبارطاجي كيفاش دوزنا هذه الليله هذه، واش الا تشوف في هذا الفيديو هذا مره اخرى الله يحضر السلامه والله يرحم الناس اللي ماتوا. راه ما يمكنش انا وهشام راه مغامرين في هذه اللحظه اللي طالعين في السنسور حيت راه عيينا بكثره سيرواجي وهرب وجري من هنا وجري من هنا، طالعين اخوتي باش نقلبوا على النظر ديالنا حيت بقينا كنشوفوا والو في الخلا ونجهزوا شي وراق وشي لعيبات. شو دابا راه في ديك اللحظه راه داكشي اللي وقع راه ما يمكنش. تخيلوا معايا انا نوريكم بالضبط فين انا كنت. هنايا كنت في هذا البيت هذا بيت ناعس، كنت ناعس ومع كنت ناعس فقت ما عرفت واش كنحلم. خرجت جيت كنجري جيت حدا الباب جيت حدا هذا الباب بحال هكا فتحته. ديك اللحظه اللي فتحت الباب علاش؟ باش نعرف واش كنحلم ولا ما كنحلمش. حتى بديت كنسمع الاصوات ديال ما عندي العباد الله كيتهرسوا ديالنا حنا في كوزيان، تاكدت اني ما كنحلمش. اول حاجه درت هي مشيت كنجري بيت نهز يانيس، لقيت حسام جايبه ليا لاحت وتخينوا معايا بالخلع لاحت لي يانيس حيت انا حدا الباب وهي هنا فهمتوا. لحتو ليا بحال هكا شديت يانيس وهبطت كنجري مع الدروج ولكن هابط وكنعيط هشام يونس هشام يونس لحقاش عقلي مع يونس عاوتاني فهمتو. تابعاني ابتسام مسكينه عرفتي تخينو معايا هابطه كتجري وكتبكي اش كتقول ليا ما باقيش تسكنوا فيها كادير ما باقيش كتسكنوا فيها وما هابطينش بوحدنا مع الدروج وانت راه الجيران كامل ديال العماره هابطين. زيت هاد الصاك اخوتي ودرت فيه الوراق كاع اللي غادي نقد نحتاج والبسطام ديالي والبسطام ديال ابتسام وديال هشام لحقاش راه ما يمكنش راه الوراق هما اكثر حاجه كيعصبوك الى ما الى دجنا وراكم عارفين. الدروج كون يهضروا هشام قبيله بحال اش نزلنا فيهم فاش كان الزلزال. هبطوا كنتعيط. كنت هز يونس. انا هز يوني يانيس والمشكله كتجي شي مره بحال هكا كتبغي تنزل كنخليها تنزل هي الاولى وهز يانيس وكنحس به هذا الشيء كيدير بحال هكا تخيلوا. وعرفتوا ما يمكنش اخوتي. دابا في هذه اللحظه هذه العمارات كامل الناس اللي فيهم خرجوا منهم كاين الاغلبيه اخوتي مشاو لهذاك الخلا راه هو لهيها ما كاين لا عمارات ما كاين لا ديور ما كاين حتى شي حاجه كلشي العائله ديالنا تما با عزوز العائله كامله راه هي في ذاك الخلا مورا ذاك الكاميو كلشي مشت تما شي كامل اخوتي. انا كنت خايف على يانيس وعلى يونس. يونس فين هما نضادرك الفوق؟ ها هما حيتهم ليه؟ جابهم هشام ولا شكون جابهم؟ كنبغي نعس دابا جابهم هشام. عرفتوا راه ما يمكنش انا كنت مخلوع غير على يانيس ويونس. ابتسام شنو كنتي كتقولي في الدروج؟ وشكون عقل؟ كنتي كتقولي اخر مره نسكنوا في اكادير كنقول لك اخر مره كتبكي كنقول لك غدا نرحلوا كنقول لك الا بقينا في الحياه نرحلوا ما نبقاوش في اكادير. عرفتي راه ما يمكنش. رانيا وانا كنت في الزنقه. واش حسيتي في الزنقه؟ حسيتي كنحس عادي طحتو واخا في الزنقه. اه كلشي كان كيلعب بكم. لا عرفتي كلشي كنا كنطيحوك وانا صحابني واش غير شي حاجه وياك وشويه شفنا سهربه وانت انا هربت معاهم. الحمد لله. كنا مجموعين في هذه البلاصه حتى جا اشكا كضحك فرحان. والله خويا الحمد لله. شنو كدير انت في ديك الوقيته فاش جا الزلزال؟ دابا انا لعب فالورانت. كنتي لعب فالورانت ايه؟ وخديجه كنحيد لك كتقول لي الزلزال وما تيقتيهاش ولا شنو؟ كيعلي لي ما كيتحملوش داك الشاب اللعبه شويه كندير. ولكن اجي قلتي لي الدار ديالكم شنو وقع ليها؟ الدار تخلينا لينا جليج. حيت اخوتي حنا ساكنين في هذه العمارات ما وقع حتى شي حاجه، اما بالنسبه لها الديور قلتي تشقق الجليج. تشقق لينا الجليج. يا ربي السلامة الحمد لله اخوتي. واه حتى خويا هز زاد وانا هزيتي حتى انت نفس البلان. هز خديجة وتهبطت انا للباب عاد رجعت كنقول لهم فين هو جات فين خديجة؟ خليتي ولدك ماشي خليته تخلعتي. فهمت خربيقة ما بقيتش عارف شنو فهمت. المهم الحمد لله. محمد انت وزكريا كنتوا برا في المدينة وكنا خارجين مسخرين ماشي وسط الدار باش حسيتوا؟ وراه عرفتي انا بحال طالع لي الطونسيو راه تزعزع. علاش؟ كلشي العمارات كيتحركوا ما تقولش واخا وسط المدينة شتو هذا الله تحركات الارض دارت هكا والما طاحوا فوقنا ولكن انتم كنتوا كتمشوا غير في هكا غير في المدينه. راه غير في المدينه جاي للدار وتزعزع. انا قلت زعما واش غير اللي في الدار ولا في العماره كيحس بها؟ لا راه كلشي كلشي. انت شديتي هذا فاش داخل؟ شديتو اصاحبي. انا راه خديت هكا ويشدني. قال وسخفتي ولا شي حاجه. وتا هو حاس بها حاس بالزنزانه. انت حسيتي بالزنزانه. وهرب هو وتبعته. كنتي البطل فين كنتي؟ انا كنت في الجرده. في الجرده في الحديقه كنتوا كتلعبوا؟ اه انا خويا راه
بلاتي 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 شوق عليك شوق عليك الزرد حركوا البطوات البطوات ديال الدور عطي الكور كي دار واش كنتو كتلعبوا كره كنتو كتلعبوا انت فين كنتي انت فين كنتي من دار الدار ولا عماره الا الدار واش حسيتو لا انا صحابي واش خشيت تزعزع شنو هو اختي صحابي واش خشيت تزعزع صحابي زعزع صحابي واش كتزعزع اختي مجبد ولا شنو كنجبد كنت نتفرج فيك صحابي واش كتزعزعك زعما كتحكم معاك المهم هربتو كاملين الحمد لله دابا شوف دابا شوف ما تدخلوش للديور دابا ما تدخلوش للديور صافي صافي واش مريا الناس كتموت كتقول لي مريا بغيت نقول لك انت بطل الله يلا بصحتك عرفتي قالت لي امك لقيتي اللي حسيتي بالزعزع شنو اول حاجه درتي اول حاجه درتي هي بتاكد عاد طلعت هزيت بوعزوز جيت خارج بوعزوز هزك يوسف بصح تخيلوا معايا اخوتي يوسف ملي تاكد ان كاين زعزع ولكن علاش هبطتي حتى تاكدتي شوفوا واش زعزعني حيت هما كاينين في البروميير دابا انا كنت كنتمزق شويه كنديك بحال هكا هابط ديك الزليقه ديال الضويره شويه هبط هبطت بوعزوز هبطت هزيتيه ديريكت هبطتي اختك لا كانت في الزنقه اصلا انا بوعزوز كنا في الدار كانت في الزنقه بوعزوز يوسف نقدك باش حسيتي فاش كان الزلزال شفتي البيت تحرك شفتي التلفازه كتحرك قلتي لك ما الدوخه البيت كاع كلشي الحمد لله اكثر حاجه دابا كتخلع هي ان الضوء في نص المدينه تقريبا طافي والسيركيلاسيون عامره ديال بصح حنا خارجين نجيبوا شي حاجه من الحانوت لحقاش الحوانت اللي حدانا راه سدو مساكن داكشي تهرس ليهم راه ما يمكنش كلشي تخلعوا سدو محلات ديالهم مشاو عند وليداتهم نشوفوا الا كاين شي محل حل الفوق حيت كاين اللي خصو الماء كاين اللي خصو شي حاجه ياكلها ما قدرناش مازال نطلعوا للدار انا ما قدرتش نزعمزعم المره الاولى دابا ما نقدرش شوف 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 عباد الله فين جاوا بلاصه الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر كل شيء خرج كل شيء كيفكر نفس الفكره اللي هي الجي شي بلاصه اللي فيها الخلا اللي ما فيها حتى شي حاجه زعما اللي طيح عليك ولا تخاف فهمتي ها نتوما شوف شوف الناس شوف الريزو ما كاينش شوف الريزو ما كاينش ما كاينش شوف الناس فين جالسين شوف ومشكله كنتصلوا بمالين الدار كيقول لك راه في قلميم في قنيطره في مراكش الله يحضر السلامه يا ربي ما يكونش هذا شي مسلم اخوتي يا ربي يا ربي الاصدقاء جينا لواحد البلاصه هي اللي فيها الخلا ديال بصح والعمارات كلشي تجمعوا هنايا الطوموبيلات كلشي جاو شوف شحال ديال البشر تبارك الله عرفتي راه ما يمكنش راه اكادير هذا حي السلام كلشي تجمعوا في هذه البلاصه بالضبط لحقاش معروفه بعيده على العمارات كلشي ها شوف الطوموبيلات هم واحد من بلاصه هنايا شوف شحال ديال البشر في ذاك الخلا خرجوا الكراسه ديالهم خرجوا المانط ديالهم دابا صافي مريحين اغلبيه مريح هنايا شوف 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 شحال ديال الناس شوف راه ما يمكنش يا ربي السلام اخوتي راه واحد الشعور لا اله الا الله والله الا دابا تنهضر معاكم وشداني نخلع اخوتي شداني الخلعة ديال بصح واو هاد الخلعة هادي شحال من واحد فيها وكاع اللي عنده شي طوموبيل جابها بلاصه هنايا ومشى ولا شوف هاد شحال ديال الناس ما يمكنش كلشي كلشي خارج اخوتي ناس كبار صغار وهاد المره ماشي بحال ديك المره ديك المره مازال الاصدقاء كنهضروا مع بنادم كيقول لك راه ما حسيت بوالو اذا كانت الهزه خفيفه اليوم راه الهزه اللي كانت راه باقي ما قالوش كاع شحال ما قدرناش ندخلوا الاخبار كونيكسيون ثقيله راه ما يمكن نشوف الناس فين جالسين شوف كلشي الناس خرجوا كلشي الناس خرجوا ديال بصح اخوتي ما بقى حتى شي واحد واش يعيطوا لنا العزاوي واش يفشيو السلام عليكم يا ربي السلامه يا ربي السلامه حشمت كاع انا في هذه اللحظه نسلم على الناس الله يلا حشمت هاد الناس اللي كانوا كيعيطوا لي في هذه البلاصه سمحوا لي ما قدرتش نوقف نسلم عليكم ما عرفتش مخلوع مربج مرتبك سمحوا لي بزاف دز طاير بالطوموبيل باش ما عرفتش باش نتعامل معاهم كنقول لا حول ولا قوه الا بالله الله يحفظ السلامه انا ما عنديش مع الصواب تربجت اخوتي ديال بصح راه النقطه الوحيده اللي ضرب فيها الزنزان اللي في سبعه هي كازا هادشي انا اللي وصلنا حنا الزنزان ضرب غير في كازا ايه واش متاكد من هذا صاحبي اللي في الاخبار ولكن من كازا وصل حتى لقلميم حتى لطنطان بزاف يعني ماشي بؤره وحده كيكون بعض المرات بزاف ديال بؤر دابا حنا مشكل ما واصليناش الاخبار مخلوعين خايفين اللي يوقع بحال اخر مره فاش جات الزلزال كادير وقع المره الاولى وقع المره الثانيه هذا هو المشكل اللي خالعنا دابا اصدقاء الناس جاو هنايا لعند الرومبان لهاد الرومبان هادي حيت ما فيها لا عماره لا دار لا حتى شي حاجه لا تقطعها عليهم وجلسوا فيها مساكن حيت هاد البلاصه كما كتشوفوا كامله فيها العمارات هادشي اللي سمعنا حنايا شي بلاصه شوف الناس ها هما جالسين اخوتي كلشي مخلوع الله يحضر السلامه حتى واحد ما قادر يرجع لدارو بلاصه اخرى جينا ليها اخوتي حتى هي كلشي الناس اللي فيها والعمارات اللي داخل خرجوا الناس اللي في العمارات شوف كلشي خارج كلشي خارج كلشي خارج اخوتي هذه بلاصه اخرى عاوتاني حدا شي عمارات الناس جاو جلسوا قدام العمارات ديالهم ها نتوما كما كتشوف كبار صغار عيالات رجال كلشي مخلوع
الله يحضر السلامه يا ربي السلامه خوش. وحنا دابا ولينا مخلوعين كثر. اذا الله يحضر السلامه ليكم وارواح اخوتي، الله ينجيكم يا ربي امين. المغرب كامل الله ينجيه يا ربي امين. شو الاصدقاء ولاو كيتحطوا فيديوهات في السوشيال ميديا، هذا اول فيديو غادي نشوفوا هذه البلاصه بالضبط، هذه مينارامون اللي كاينه في مراكش الرباط. الرباط مراكش عرفتو راه مايمكنش، قالك زلزال بقوة 7 درجات، كلشي زعما كيغوت كلشي مخلوع. الله لقينا خوتي فاست فود فاتحين، غادي ناخذو شي حاجة ليهم يقصيوها، حيت مع الخلعة غيكون كلشي فيه الجوع. راه أنا فيا الجوع دابا، راه مايمكنش غير بالخلعة. كنتو خدامين نتوما فاش الزلزال؟ كنتو خدامين؟ الكروسة كاملة تحركات. الله يحضر السلامة وصافي، الله يحضر السلامة. المهم غنديو شي بانينيات أخوتي نقصيو بعدا شي حاجة ويكون خير. ياك محمد انا تلفت اخويا وانا مربز ما عارف دابا، راه ما كرهتش نكون معايا نيس دابا. وانت انا راه اصلا فاش طريتك شي فكره في مالين الدار. المهم ندير لهم بالزربه ما يقصيو ونبقاو معاهم. حنا كنتسناو الماكله وهذوك الجوج مالهم كيديروا لنا باي باي واقفين تما، زعما هذوك كيفكروا بحال مثلا طاحت هذه قدر الله ولا هذه، زعما هما راه جاوا الوسط. اخويا والزلازل والبراكين وبنادم كيفكر في راسو. شوف كيفكر، شوف هاد الحمقين هاد، قال لك زعما الوسط الا طاحت عماره اللي حداهم على اليمين وعلى اليسار هما راه بعاد شطاينهم. الله يحضر السلام. عرفتوا واحد القضيه بعدا، هاد المشيشات بجوج كما كتعرفوا ديال عائله مكه، من بعد ما هربوا من الزلزال عاودوا رجعوا للدار ما خافوش باش يهزوهم اخوتي وجابوهم. ولا لاحظتوا راه موالفين كيكونوا باسلين ياك، كيكونوا كيلعبوا وكينشطوا. شو شي ترعد مسكين دابا، راه كيترعدوا بجوجهم كيترعدوا، وما عمري شفتهم مخشيين في واحد القنت مجموعين وفي هكا بحال هكا في الجنب، حيت واقيلا هما اكثر الحيوانات كيحسوا. كيحسوا اصلا بالروزه هذه. دابا ثاني مره غتعيش معاكم الزلزال، هذه ثاني مره. ديك المره عشت معاكم الزلزال ديك هشام، مشينا جبناها من الخلا ودابا عاوتاني هاد المره كبيره مسكينه. اكثر حاجه دابا مرعبه هي كلشي كيقول بالله الزلزال غيقد يرجع عاوتاني مع جوج وعشرة دقائق. ها انتم كما كتشوفوا هاد اللعيبه هاد سطوري كلشي كيبارطاجي، ما عرفنا واش بصح ولا كذوب، ولكن كلشي كيكتبها كلشي كيقولها اخوتي، كيقول لك مع جوج وعشرة غيوقع عاوتاني شي زلزال. عرفتي راه الرعب ديال بصح عايشين حنا دابا. شحال الساعه دابا اخوتي؟ 12:20، يعني من دابا ساعتين كيقولوا غيرجع الزلزال. مشيو عند مالين الدار ما كاين لا بانيني لا والو، غنخليو داكشي عند السيد ماشي مشكل، هذا كيعرفنا باش نهزوهم. مشيو لشي خلا حيت تما واخا هكا قريب للعمارات والقضيه مربجه. لحقاش حتى فصونيت على ابتسام دابا، قلت لها واش في اخبارك كيقولوا الجوج وعشرة غيوقع شي زلزال، قالت لي هي في اخباري وكلشي هنا مخلوع. مشيو نهزوهم، مشيو شي بلاصه اللي بعيده على العمارات. الدراري اخوتي هاد الدراري اللي معايا في الطوموبيل سمعوني، قلت ما كاين لا بانيني لا والو، قال لك لا دوز نهزوه هي الاولى. واش اخويا كرشكم ضروري؟ جانا الجوع وماني درت ما فيهم الجوع، ضروري تاكل وماني الدار اللي خصهم ياكلوا. غنتسناو السيد يرد لنا الصرف ونرجعوا اخوتي نمشيو عند ماني الدار. المهم اخوتي احنا قربنا العمارات فين ساكنين، تخيلوا معايا. عاد قال لي هشام بالله هذوك العمارات صفرين تشقوا، هما فين ساكنين حنايا وتاكد البلاغ دابا، تاكد الدري اللي معايا تاكد من البلاغ وقال لك بالله مع جوج ونص غادي يعاود يرجع الزلزال. داكشي علاش ها ماني الدار فين كاينين غنشوفوا شنو غنديروا اخوتي. هما فين جالسين كاملهم؟ جالسين اخوتي في هاد الخلا وكيوصلونا التصاور. هادشي في مدينه مراكش، والمشكل هو انه قال لك للمره الثانيه دابا ضرب في مراكش. ها هو شي جامع ولا ما عرف شنو هادشي، راب اخوتي ما بقات فيه حتى شي حاجه صالحه. الله يحضر السلامه. دابا حنا خايفين لا يوقع عاوتاني هادشي المره الثانيه. ما يمكنش اخوتي، الحيط ديال العماره تسق. اش انت علاش طلعتي للدار؟ علاش طلعتي للدار؟ ما طلعيش، راه قال لك يوقع هذاك الشيء المره الثانيه، راه قلتها لك. البرد البرد ابراهيم، خرجي شوف غنمشي نجيب الاوراق. ها باش تهوم كل شيء، راني نزيد البسطام وشي حوايج. واش الحاله المدنيه جبت الباسبورات؟ اجي تشوف، اجي تشوف الحيط تشقق، الحيط تشقق. ها هو باش تعرفوا راه هذا الشيء راه ما يمكنش. الله يحضر السلامه. واصلا انا متاكد ان كل شيء غالبا يكون واعر. خاصك تشوف برا كيفاش دايره صاحبي. تا هو تشقق اكثر من هكا، تا برا تشقق. وييه شوف شوف على برا العماره كل شيء تشقق. ها انتم شوف هاد البلاصه كامله تشققات، حتى العماره اللي من ديك الجهه ودارك انت قلتي تشققات. يلاه نوريكم تشوفوا تجيب الاوراق. الدار ديال حسن شوفوا اخوتي راه ما يمكنش، راه هذا الباب 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 مشقق. حسن كي درتو هربتو؟ ما يمكنش الجليج تحيد. شوف شوف شوف. ودابا اخوتي راه كلشي كيقول بالله جا شي بلاغ من الرباط كيقول للمواطنين كلشي خرجوا. كلشي فين فين تشققات؟ وهذا هذا الفايونس مطروج وكلشي. طلع طلع جيب الاوراق، طلع جيب الاوراق اخوتي. ملي خرجنا من دار اسكا غادي نمشيو مجموعين لداك الخلا نحيدهم مال النطار نديهم الوسط. خلعه البسطام ديالي ما عقدتش من درتو ما لقيتوش. انا هزيت البزاطم هزيت الوراق ما لقيتوش. يا ربي السلامه فراسكم. هاد الطيور هادو راه اغلبيتهم تلقاهم تشقوا من تحت بحال داك ديال الدار ديال اشك. تيسان دخلوا لداخل، دخلوا لداخل وسط داك الخلا. يلاه با عزوز سربي سربي، حيدو حيدو يونس شويه ما تخافش بابا، ان شاء الله ما يكون الخير. ان شاء الله ما يكون الخير. عرفتوا هاد الخلا كلشي الناس دابا كلشي الناس غيبداو يدخلوا الوسط لداخل كما كتشوف، حيت ما كاين حتى شي عمارات قراب لينا هنايا. بعزوز شويه راه قال لك قلميهم الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه.
هشام اخوتي باقي كيترعد ما عمرني شفتك مخلوعه صاحبي حتى هذه اول مره كنشوف كيترعد انا ما كنتش كنتخيل هكا هانتوما كما كتشوفوا دايرين بحال داكشي ديال الهجره كلشي خارج كلشي هذا سميتو سيمو اشنو وقع بالضبط فيك كنتي نتايا انا في الدار كنت مريح لعب كنتي كتلعب بيسي ولا تليفون لا بيسي ار بي جي تي ساندريل كنتي داير الكاسك وهي شنو وقع صافي شويه مع المرض صحابني جاتني الدوخه واش كتشدك الدوخه وتخلطات لك الدوخه ديال المرض مع الدوخه ديال الاخوه ديال هربوا قلت صافي شدات هربتوا كاملين ياك ما ساكنين الفوق نتوما لتحت لا الحمد لله ما تدخلوش دابا للديور ياك لا كنسرك ما تدخلوش للديور نتوما تاريكم كبيره ما تدخلش للدور ياس اخوتي فاق عرفتي راه كنتفكر ديك اللحظه بحال شلحتو ليا ابتسام كضحك اولدي كضحك مالك ما جيب الدنيا خبار مولفي كان التليفون مصور كيضحك يا نيس صدقنا ونونا وهي اللي كتتوقع علينا كاملين كلشي صدق صدق ربل بالله مسكينه ودي مسكين يا ربي تلطف بينا يا ربي حتى خوتي ابتسام واحد الكاشه هنايا كلشي غير يريح فيها ريحه يونس جلس اولدي جلس جلسي يا رانيا جلسي شو جاد ها هو كيلعب في التراب اخوتي ها كيشوف التراب كيمشي ليها باغي يلعب كيضحك حتى هو ما جاب الدنيا خبار رانيا ويونس اللي تخلعوا حيت عاشوا اللحظه ديك اللحظه راه ما يمكنش يونس واش هزك هشام ياك وجابك في الدروج كيجري كما كيقولوا ديما كثرت الهم كضحك هذا السيد هذا دابا طلع لينا في ستوري مخارج ومخرج معاه بلاي ستيشن 5 خرج معاه بلاي 5 اخوتي الناس كل واحد شنو كيهز هو هز بلاي ستيشن 5 حيت واقيلا هذه الحاجه الوحيده اللي عزيزه عليه وخلى صندالت وخلى التيشيرت ديالو هز 5 وخارج بلا مانيطات بلا مانيطات المهم دابا 5 فهمتي واش بدات كتحرك بكم الدار ولا شنو؟ وهي هي تحركات بين دار مشات وجات دابا انتم كاينين في بلاصه فيها الخلا مشيتو حدا السبيطار الري زوالو كنهضر غير مع الوالده اخوتي باش تقول لي شنو وقع بالضبط ما كنسمع حتى شي حاجه داكشي كيتقطع قالوا لي مشيتو حدا السبيطار ياك مشاو حدا السبيطار واحد البلاصه فيها غير الخلا حتى هي هما كاينين في قلميم وحسوا بهاد الزلزال يلا السلك واش نزيدو السلك عشان ما قدرناش مازال نجربو السنسور كنطلعو مع الدروج وحنا كاينين في الطروازيام راه معذبين ديال بصح الزهر هادو كافيين هبط هاكا كرسي هاكا ما عندناش فين نجلسو تما على التراب باش نجيب كراسة لخرين صافي اخوتي دابا تأكدنا تقريبا انه تقد توقع شي حاجة يا ربي السلامة شوف الاستشارة خلي داك الزمر ها قلت خلي داك الزمر وانا كيتنادم معايا الحال نفس اخويا غير هاد المانيطة ديال بلاي ستيشن 5 والبي سي وهذا غنطفيوه كيضحك عليا ايمن شوف هذا غنحيدو ليه الديسك دير ما نقدوش نديو معنا البي سي كامل ولا نديو نحطو في الطوموبيل ما عرفتش تلفت انا فاسك والله الا تلفت شو تالف وهزتي كي دير الماتش دابا الا وقعت شي حاجه زعما غنمشيو من بعدها نتفرجو في الماتش انا رضي هادو باش الا وقعت شي حاجه على الاقل يبقاو عندنا هز هاد البي سي كامل حاجه هاد البي سي فيه الخدمه ديالي ديال 5 سنين فيه الذكريات فيه شحال من حاجه اللي ممكنش نفرط فيها ايمن اجي تحيد البلاي ستيشن 5 هادو هما اغلى جوج الحوايج عندنا في الدار حيدهم صاحبي واش الا وقعت شي حاجه هادشي انت باغيها فاش لعبت انت باغي نلعبها صاحبي حيد داك البلاي ستيشن 5 يلا شوف التفكير ديالنا ما يمكنش راه خويا راه زيد يخدي حياتنا واش في امان الله هاد البي سي غنديوه والبلاي ستيشن نديوه والله يحضر السلامه وصافي انا اخوتي وانايا شو شنو لقينا في الثلاجة صافي باش نودعوها باش تا وقعت شي حاجة نقولها شكرا آخر حاجة عطيتينا هي جوج قرايع ديال المناضة باردي مخليين هشام ضرب مع الكواش في البيسي مسكين حنا نعاونوك بلاتي غير نتبردو اللي بغا يوقع يوقع شنو درنا دابا غنهبطو هادشي في السنسور ولكن حنا ما نهبطوش فيه البلاي ستيشن غنخليك هزو في يدك بلا ما تحطو في السنسور غا سير سير المهم نحطو هادشي حيت ثقيل وغنهبطوها اخوتي سديتي الباب زعما المهم الخوت دابا تقريبا راه الوحدة و25 دقيقة ما قدرناش مازال نفكروا كاع نرجعوا للدار نهائيا لان قال لك الا وقعت شي حاجه غتوقع مع جوج ونص ولا الوحده ونص هذا هو البلاغ وحنا دابا وصلنا خبر مؤسف ان كاين ارواح اخوتي خصوصا في مدينه مراكش اللي بغيت نقوله والله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار متواهم جلنا ان شاء الله الرحمن الرحيم دعواتكم معاهم اخوتي في كومنتيرات اللي مات ليه شي واحد الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر اخوتي هذا راه مكتاب وهذه راه ماساه وهذه هي الطبيعه والله عز وجل ابتلانا اذا خصنا نصبروا اخوتي وحنا حتى حنا هنايا نطلبوا الصحه والسلامه لان في اي لحظه تقد توقع شي حاجه وهذا ما كان مره اخرى الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي امين دابا الوحده و55 دقيقه هما قالوا في ديك النشره ولا داك البلاغ بلا راه تقد توقع شي حاجه بالضبط مع جوج ونص ابتسام مع جوج جالسين على الاعصاب ديالنا واش بقينا هنا في الطوموبيل انا غنبقى هنا ما قدرتش انا كنخاف بزاف عرفتوا اخوتي ابتسام ما قدرتش تبقى جالسه معنا واش هي كترعدوا بقات هي ويانيس هنايا في الطوموبيل يانيس لاباس ولدي يا ربي السلامه يا ربي الله يحفظ بينا الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ اصلا ما كناش غنطلعوا للدار
كانت الجوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما كناش نطلعوا. وزادنا هذا البلاغ اللي قالوا بلي تقدر تعاود الهزه صافي. زدنا تاكدنا ان ما خصناش نطلعوا كاع الطريق. المهم الاصدقاء احنا دابا لحد الان باقيين جالسين في بلاصتنا، ما بغيناش نتحركوا نهائيا. وما عرفتش دابا راه بالنسبه للساعه راه فات تقريبا الوقت اللي كنا خايفين منه. كانوا كيقولوا 2:10 غتقد توقع شي حاجه، دابا الحمد لله 2:20 دقيقه وباقي ما وقعت حتى شي حاجه. الله يحضر السلامه والله يلطف بينا وصافي. حتى الدراري الصغار راه ما فين مبدين، كلشي نعس، ولكن راه ماشي بوحدنا اللي باقيين هنايا، راه العائلات كامل كما كتشوفوا ديال السيكتور كلشي باقيين حتى هما جالسين على برا. دوك نمشي لهذا الموقع المختص في الزلازل في العالم، شوف العالم كامل، المغرب راه فريمون اكبر هزه كاينه في العالم دابا هي اللي في المغرب، 6.8 تزيد زومي عليها كتلقاها بالضبط جات تحت جبل توبقال. تحت جبل توبقال جوج ديال الهزات ماشي وحده، اعتقد هذه الاولى 6.8 وراها هزه ارتداديه ديال 4.9. هادشي علاش الناس ديال مراكش هما اللي حسوا مقرب لمراكش، حسوا الناس ديال مراكش اكثر من اي بلاصه اخرى. اكادير جات ما بيناتهم دونك تحت الجبل. والله يلطف وصافي الله يلطف. شو اخوتي هذا واحد المسجد كاين هنا في حي السلام، تشقق ها انتم راه ما يمكنش تشقق من الوسط، من الوسط ديالو بصح. اخوت الناس راه لدابا باقي حتى شي واحد ما قدر يدخل لدارو، كلشي باقي مخلوع، كلشي باقي عنده نفس الفكره انه يقدر يرجع يجي الزلزال عاوتاني مره ثانيه. والناس ما بقاوش جالسين صافي عياو، كلشي كتشوفوه ناس ناس، كلشي ناس ها انتم راه كلشي ناس اخوتي، عياو الناس ديال بصح. لحقاش دابا راه التوقيت بالضبط ها انت شوفوا لهم شحال الساعه دابا هنا. هي راه 3:35 دقيقة، حنا سمعنا قال لك تقد تكون وقع توقع شي حاجة مع جوج ونص، لقينا بلا ديك المعلومة وقيلا غير انتشرت بالغلط، إنما هاد الناس كانوا وصلاتهم داكشي علاش ما قدروش وما فكروش مازال يرجعوا لدورهم. أخوتي ها ناسين في الرملة، شو الناس شو الناس، كلشي ناس كلشي مجفف، كاين ناس في طوموبيلتو، كاين ناس في الرملة أخوتي، كاين ناس وصلنا عاوتاني خبر عرفتو راه ما يمكنش. الخبر اللي صدمنا ديال بصح هو العدد ديال الضحايا، قال لك حاليا اكثر من 200 ضحيه، اكثر من 200 ضحيه 266. الله يرحمهم ويوسع عليهم ومثواهم الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخوتي الله يرحمهم. هادشي اللي نقول دابا تقريبا وصلت الربعة ديال الصباح، شوف كيفاش ناعسين في الخلا، شوف راه ما يمكنش، شوف 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 الدراري الصغار الكبار، الوالد ناعس، فوادريه باقا فايقه. المهم دابا راه كاين اللي طلع لدارو، ولكن كاين اللي بقى مخلوع ما بغاش يطلع، بقى بحال هكا ناعس في الخلا كيما كتشوف. الله يحضر السلامه. ودابا راه 5:12 دقيقه وباقي ما كنفكروش نطلعوا الاصدقاء نهائيا للدار، لان باقا الخلعه وباقي مربجين، والدراري الصغار اصلا نعسوا، الا نوضناهم دابا غيتخلعوا يقدوا ما يرجعوش ينعسوا. اللهم ينعسوا هنا في الخلا وانا نديهم. صباح الخير. عرفتي شحال الساعه دابا؟ 6 الصباح. كنتي ناعسه في الرمله ما جابت الدنيا خبار. المهم نعم يا يوسف، شحال اليوم السبت؟ اليوم السبت ولكن ما يمكنش تمشي للكره. عرفت بلا عندك حصه. لحقاش راه ما يمكنش. شو خوتي يوسف فاش كيفكر مسكين عنده واحد الحصه ديال الكره مع 10، ما نقدروش نديو كي نعسنا مزيان نديك. صافي صافي ما تبكيش ما تبكيش، ابتسام شويه باقا الخلعه الحمد لله دابا شويه. عرفت راه ما يمكنش نعسنا ما نعسنا. صافي بابا المهم راه ما جيناش للدار ديالنا، جينا عند اختي كريمه حيت هي ساكنه غير في الطبقه الاولى، باش حتى لو وقعت شي حاجه نهبطوا بالزربه بعدا. صافي صافي. واش انت كتلعب كتبكي ولا كتضحك شنو؟ مخلطي فيه كلشي فين الناس. المهم اخوتنا تهلاو في راسكم مره اخرى، غنقول الله يرحم الناس اللي ماتوا، متواهم الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم، والله يصبر الاسر ديالهم والعائلات ديالهم. وهذا مكتاب لا اله الا الله محمد رسول الله. وتهلاو اخوتي الله يعاونكم، هاكا عشنا هاد الليله هادي.